لا زالت بهجة الميلاد تسطع في مهد المسيح، حيث تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد بوصول موكب غبطة البطريرك إثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ولفيف من المطار والكهنة والمحتفلين في بيت لحم وخارجها. رسالتنا من أولى العالم أنه ها هو الشعب الفلسطيني يحتفل بأعياد الميلاد، ها هي الصورة للنسيج الوطني الفلسطيني كيف يستقبل ميلاد سيدنا المسيح، وبعطي صورة للعالم بهذا اليوم العظيم أنه هذا الشعب له حق أن يقرر مصيره، له حق أن يحافظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وله حق أن يقيم دولته وعاصمتها مدينة القدس. قبل 2000 عام جاءت العائلة المقدسة لبيت لحم لتلد العذراء مريم الطفل يسوع، فلم تجد لها مكانا فولد المسيح في المغارة. نحن اليوم من أولى سيدنا ولطفلنا يسوع لك مكان في بيت لحم، للمحبة مكان في بيت لحم، لفرح الميلاد مكان في بيت لحم، وهذه هي رسالة العيد. جهود حثيثة تبذلها بلدية بيت لحم بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية من أجل تسهيل الاحتفالات للمواطنين وزوار بيت لحم من مختلف المناطق، وبهدف إضفاء الطابع الاحتفالي للعيد المجيد. أول شيء عم السلام على فلسطين، وإن شاء الله يا رب تكون سنة تحرير للبلد. ونفس الوقت احنا دائما بنحكي بمناسبة عيد الميلاد وعيد المحبة، عيد ولادة ملك السلام وملك المحبة، إنه بتمنى إنه المحبة تزيد بهالبلد ويعم السلام بيننا احنا كأشخاص كفلسطينيين. أنا بالسنة الجديدة طبعا إنه يعم السلام في جميع بلاد المسلمين، وبتمنى إنه دائما نكون إيد واحدة وهدف واحد حتى نوصل ونحقق اللي بدنا إياه. على الرغم من الحصار وسياسات تضييق الخناق عليهم، إلا أنهم يأبوا الاستسلام في مدينة السلام.